اهتمامي بالبرامج المالية وأخبار رواد الأعمال علمني الكثير. كيف أصرف مصروفي الأسبوعي؟ شو أشتري؟ وكيف أقارن الأسعار عند الشراء؟ وكيف أنتهز الفرصة في وقت السيل؟ فلا إرادياً أنا كنت عم جهز حالي للمستقبل، ولما أرجع أتذكر طفولتي بشوف أني كنت أثقف نفسي بالشؤون المالية اللي صارت هلأ مجال عملي وحطتني على طريق مليون الأول. من خلال تجربتي أنصح كل الأهالي أنهم يركزوا على التثقيف المالي لأطفالهم. التعليم الأكاديمي مهم جداً، بس التثقيف المالي أساسي، مثل قصة وارن بافيت لما كان عمره 10 سنين، لما كان أبوه مهتم بتعليمه على المال وداه لأول مرة لزيارة بورصة نيويورك، وبعد سنة واحدة صار وارن مهتم بالأسهم واشترى 3 أسهم من سيتي سيرفيس بريفيرد والثلاث لأخته دوريس بافيت، ومن هناك بلشت رحلته الاستثمارية. واليوم هو حكيم أمها كما يطلقون عليه، وأحد أنجح وأهم المستثمرين في العالم.